آه تركني بحالي يا حبيب قلبي، أنا عندي عشق لواحد ما بده كان عنده اسم، صرخ واحد أوشو، قال له شو معناته؟ قال له محيط، قال له إيه؟ ريغن أمر بقتله، قال له نقتله وخليه يموت بالسم خلال 3 شهور، عاش 5 سنين وما سكت، كل يوم يحكي ساعتين إنجليزي وساعتين بالهندوسي. وقال له لريغن منتحاور، قال له بس رفعت الأذان بالأمة العربية وين ما كان بأمريكا هيك، قال له الأذان مرفوع قبلي وقبلك، إلنا 50,000 سنة عم نحكي، وين كنا؟ أهل الصوفية وأهل الذكر على منابر من نور. هالكتاب منعوا اسمه The Buddha Said، لحو بإيدي ما فيك تمنعه. وهلأ هيك الأحرف الصغيرة، رحت لعنده هيدا القرد بقنينة جورج سعد الله، واحد تاني اسمه نادر، قلت له عمل لي اياهم، عملون بهالطريقة. أوشوان The Buddha Said كبرة محطوطة كلها عندكم على الإيميل، فيكن تقعدوا وتقروا، لأن هالأسئلة اللي حاططها والأجوبة اللي حاططها دخيلكم بضل في أوادم، بضل في ناس صالحين، ما تحول إلى حزب خطو عم بتاجروا فيه. بس إذا خليت بليت، إذا ما لقيت صديق كن أنت الصديق لنفسك. المسيح بعتنا 2 2، لأن إذا كنا 3 منصير نسرسر. يد الله مع يد الجماعة، قال له اللي جمعنا لحوي معنا، ما تخاف يا أبو بكر وقت اللي جاء على غار تور، فإذا يلي جمعني لحوي فيي ما تخافوا، إن خفتم من شيء فادخلوا فيه، تعرف على الخوف، تعرف على الألم، علمني من ألمني، ما فيني ما أقرأ وأكتب، رح أعيش بالرملية مطرح ما هي فدوى، عنا جنينة وعنا فليح مكفي سلطان مخفي وعنا مي وعنا ينابيع واللي بدنا إياهم، وأهلا وسهلا فيكم. بس قلت لكم ما بقى في شيء مجانا أبدا، من إماطة الأذى إلى لا إله إلا الله بعتوا صدقة، والصدقة بتجي للصادق. خبرتكن عنا هيدي، أي صفحة بتفتحها أي من أي وبتقرأ آه آه، قال الرجل للمرشد أنت قوي، تركت الدنيا ورحت لعند الله. قال له المرشد أنت الأقوى يا ولدي، أنا تركت الدنيا الضعيفة ولكن أنت الأقوى، لأنك تركت الله وتبعت الدنيا، تركت الأقوى وعم بتعيش مع الأضعف. قديشك قوي تتركت الله؟ قال له أنا ضعيف، تركت الدنيا ما فيها شيء، أنت الأقوى. إن شاء الله كلنا منلاقي مرشد عنده هالقوة، قوة التقوى.